مرحبا. الطقس اليوم بلبنان غائم جزئيا الى غائم مع احتمال امطار متفرقه وانخفاض بدرجات الحراره ابتداء من بعد الظهر، ويتوقع موجه امطار غزيره مع عواصف رعديه وتساقط للثلوج ابتداء من فجر الثلاثاء مع انخفاض اضافي بدرجات الحراره. معدل تساقط الامطار ببيروت المطار لليوم 214، السنه الماضيه 186، والمعدل العام 156. أما هلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية. خلينا نشوف قدي سجلت درجات الحرارة بعكار 14، جبال 18، برمانة 19، بيروت 20، بيت الدين 12، سور 19، بنت جبال 15، نبطية 15، رشية 16، برمانة 19، بعلبك 12، الأرز 8، الهرميل 15 درجة. أما الرطوبة فبتتراوح بين 45 وال 65%، حرارة سطح الماء 23 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ مش حلو. 14 أدناها أقصاها 25، نهار الثلاثاء بتتراوح بين 14 و 22، والأربعاء بين 14 و 23 مع عواصف رعدية. نبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 18، دمشق 15، الجزائر 10، تونس 14، ومننتقل إلى باريس حيث عم بتسجل 5، روما أيضاً 5. وهيدا كان كل شي. باي.